السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده معايا تعاون جميل جدا مع قناه بيتي على قد ايدي، قناه ممتازه جدا من القنوات النشيطه جدا على اليوتيوب ومش واخده حقها. عايزاكم بسرعه تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها. قبل ما تشوفوا الفيديو بتاعي وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعرفوها انكم من عندي، وتعالوا نشوف القناه بتاعتها محتوى عن ايه. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل ماسك للرؤوس السوداء، لان الموضوع ده طلب مني كتير جدا جدا جدا. فالنهارده المكون الاساسي اللي هو صاحب اكبر نسبه من الفعاليه في الماسك بتاعنا هو شوفان الحبه الكامله. زي ما قلت لكم قبل كده، انا بحاول كل الحاجات اللي انا بعملها تكون مكوناتها في البيت، فاللي مش موجود عنده الشوفان سهل جدا انه يشتريه. بيتباع باكت كده، وممكن تشتريه منه بيتباع بالكيلو وزن، يعني في السوبر ماركت الكبير. خلاص انا بجيب الباكت اللي هو ب 15 جنيه ده. ثانيه واحده اوريكم شكله. ده شوفان الحبه الكامله، انا مش عايزه الشوفان المطحون اللي هو بيتعمل به الشوربه، واللي هو بقى مطحون بتاع الطبيخ اهو. ده شكله الحبة بتاعته كاملة مش مطحون. خلاص الشوفان من الحاجات المفيدة جدا جدا، وبتدي باور فظيع جدا. انا بحب اجيبه افطر بيه، لانه بحس ان هو بيديني نشاط فظيع جدا. ومن الحاجات اللي بتساعد جدا جدا على انقاص الوزن بالنسبة لاي حد عايز يخس، انصحكم بالشوفان. ولو واحدة خست وعايزة تثبت وزنها، انصحها جدا جدا بالشوفان بجميع طرقه. خلاص النهارده هنعمله ماسك للرؤوس السوداء، لان اللي انتوا ما تعرفوش الشوفان لما بيتطحن، وخصوصا الحبه الكامله لما بتطحن، بتشيل كل الرواسب اللي موجوده في البشره، ولو في اي نتوءات داخل الجلد اللي هي بيطلع منها الرؤوس السوداء دي بتنظفها وبتقفلها. فتعالوا بقى نشوف مع بعض الماسك بتاعنا هيتكلم عن ايه. كل اللي انا عايزاه معلقتين كبار شوفان، هطحنهم كويس جدا واخليهم ناعمين قوي قوي في الخلاط على قد ما اقدر، نص علبه زبادي اي نوع، معلقه كبيره عسل ابيض، معلقه خل التفاح. لو مش متوفر عندك خل التفاح، ممكن تحطي عصرتين ليمون، مش نص ليمونه، يا دوب نقطتين ثلاثه ليمون مش اكتر. كل اللي انا عايزاه هحط نص علبه الزبادي على الشوفان، واحط معلقه كبيره من العسل الابيض، اي نوع عسل عندكم، وحوالي نص معلقة او غطا واحد من خل التفاح. هقلب كله على بعض وارجع اقول لكم هنعمل ده ازاي. بصوا يا بنات، شايفين السمك بتاعه عامل ازاي؟ تقيل، عامل زي العجينة. هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. انا مش عايزة الماسك بتاعي يكون خفيف زي المية، انا عايزاه يكون تقيل زي كده بالظبط، بحيث ان انا احط منه طبقة كبيرة شوية على البشرة، وخصوصا الاماكن اللي فيها رؤوس سودة. يعني ما تحطيش حبة كده اللي هو تمسحي بس كده، لا، انا عايزة احط طبقة كبيرة على البشرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عايزة احط طبقة كبيرة على البشرة واسيبه فترة مش اقل، يعني ربع ساعة دي اقل حاجة، بس هو المفروض نص ساعة يفضل بسمكه ده على البشرة، وبعدين تفركيه كويس جدا 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 على بشرتك، تدلكي فيه على قد ما تقدري بايديكي الاتنين. ولو عندك فرشة لتنظيف البشرة او فرشة من اللي هي بتاعت زبادي شوبة، او اي فرشة من اللي وريتها لكم دي، افركيها كويس جدا جدا على وشك. ثانية واحدة اغسل ايدي وارجع لكم. بعد ما هتعملي تفركي كويس جدا جدا، وانا قلت لكم يفضل لو في فرشه، هتغسلي وشك بميه دافيه، وبعدين هتحطي ميه ورد على وشك او اي تونر عندك، بس يا ريت يكون ميه ورد، وتفرجي على نعومه بشرتك وجمال بشرتك، والاماكن اللي كان كلها رؤوس سودا بقى شكلها عامله ازاي. الماسك ده بيتعمل مره واحده بس في الاسبوع. اي ماسكات للرؤوس السوداء بتتعمل مره واحده بس في الاسبوع، مش اكتر من كده. جربوه، ولو عجبكم وعمل نتيجه معاكم افتكروني بدعوه صغننه قد كده. سلام عليكم.